شكرا معلقنا الكابتن مجدي حطب. انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 28-20، وشفنا هتاف الجماهير في نهايه المباراه بلفته طيبه وجميله بهتافهم للكابتن محمود الخطيب. طبعا ربنا يرجعه بالسلامه والف حمد لله على سلامته طبعا بعد اجراء العمليه الجراحيه التي اجراها بظهره في المانيا. طبعا لفته جميله من جماهير النادي الاهلي، خاصه ان الهتاف جه بعد المباراه، بعد انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي. طبعا اكيد رساله بتوجهها جماهير النادي الاهلي بتمنيات الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب وعودته الى ارض الوطن سالما باذن الله، وربنا طبعا يشفيه يعني شفاء تاما باذن الله من كل الالام اللي في ظهره. خلينا طبعا ارجع لضيوفي في الاستوديو، برحب بيهم، برحب بكابتن عبد الرحيم الايوبي للمره الثانيه. اهلا بك يا كابتن، منورنا كابتن. برحب بك، الله مبروك يا كابتن، وبرحب بكابتن يحيى يوسف اللي منورنا. اهلا بك يا كابتن والف مبروك. اهلا بك كابتن، الحمد لله الف مبروك. خلينا نبتدي بالمباراه، يعني كابتن يحيى تعليقك على المباراه، سير المباراه ازاي؟ زي كنا متوقعين طبعا من بدايه المباراه، لان هينزل بتشكيل يكسب المباراه. طبعا بدايه المباراه بدا بمحمد عصام الطيار حارس مرمى، محمود عاصم وينج ليفت، مصطفى خليل باك ليفت، كان اسلام سنتر هاف، حسام احمد حسام باك رايت، محمود فايز وينج رايت، محمد ابراهيم في السنتر فورورد. طب كابتن معلش انا بقطع حضرتك، احنا جالنا طبعا اخبار ان كابتن عاصم حماد توجه بعد المباراه مباشره الى المستشفى للاطمئنان على اللاعب عمر حجاج. الف سلام عليك يا عمر، لانه هيجري اشعه مقطعيه ان شاء الله تكون حاجه بسيطه، كدمه قويه تعرض ليها عمر حجاج اثناء المباراه. الف سلامه عليك ان شاء الله، واكيد نطمن يعني اسرتك وعائلتك، لانه ان شاء الله اصابات اليد بتكون يعني فيها كدمات شديده، بس باذن الله يعني ملوش غير السلامه وهنطمن عليه. واكيد كابتن عاصم توجه مباشره للمستشفى عشان يطمن عليه. اتفضل يا كابتن. هو ده اللي كان تشكيل كابتن عاصم منزله طبعا، وعشان بس اتاخر شويه حوالي 9 دقائق، فكان اول ما بدا كنا السكور 6-4 لصالح الاتحاد الليبي، واحنا قلنا من الاول الاتحاد الليبي فرقه مش 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 وحشه، كويس قوي التطور حصل في ليبيا للمستوى ده بصراحه، دي حاجه يعني على المستوى ده ونقول اكيد هارد لك طبعا. بس الماتش فتح في الاخر لفرق 8 و9 اهداف. بدايه المباراه ما كانتش قلنا الاول مش كويسه، اول 10 دقائق لغايه كده تداركنا الموقف، والكابتن عاصم تدارك الموقف لغايه ما تعادلنا 6-6 في الدقيقة 12، والحمد لله ركبنا المباراة 9-7 11-8 لغاية ما النتيجة في الشوط الأول خلصت 15-11. طبعا في حصل تغييرات مع الكابتن عاصم، مثلا خروج مثلا محمد إبراهيم في الدقيقة 20، نزول أحمد إبراهيم نريح محمد إبراهيم شوية. أعتقد الشوط الثاني كان أحسن من الشوط الأولاني في طريقه الدفاع، كمان الدفاع في الشوط الاولاني طرد منه كتير، طرد منه احمد حسام مرتين، كانوا مهمين جدا وهم كانوا بيستغلوا النقص العادي اللي عندنا وكان بيحرزوا اهداف. بس مجمل هي فرقه مش وحشه ولازم تعمل لها حسابها بعد كده. اكيد يا كابتن. كابتن عبد الرحيم، راي حضرتك على المباراه وسير المباراه، طوال المباراه في سواء الشوط الاول او الشوط الثاني؟ والله انا شايف ان الاهلي لعب مباراه جيده جدا، من احسن المباريات اللي لعبها لدلوقتي. الأهلي كان منظم جدا في دفاعه، الهزة الأولانية في أول 10 دقائق، وبعد كده زي ما يحيى اتكلم كابتن يحيى، وبعدين ظبطنا بعد كده. عاوز أقول حاجة إن فضل. إحنا دي طبعا لقطات لخروج اللاعب عمر حجاج. ألف سلام عليك يا عمر، عربية الإسعاف المتواجدة بأرض الملعب بصفة مستمرة، هتنقل عمر إن شاء الله للمستشفى، وأكيد هنطمن حضراتكم أكيد عن حالته الصحية، بس إن شاء الله تبقى حاجة بسيطة يا رب يا عمر، وان شاء الله نطمن اسرتك وعائلتك ان شاء الله تقوم بالسلامه يا عمر احسن من الاول ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. انا الف سلامه الحجاج وربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله ويلحق الفريق باذن الله. الاهلي النهارده كان الاهلي فيه ميزه كويسه جدا، ان احنا جميع المراكز عندنا قويه وبنحط بينا اهداف. صحيح. بعكس الاتحاد الليبي، يعني احنا مثلا من الجناح الايمن بس حطينا 6 اهداف. تمام. محمود فايز 6 اهداف، فيهم 4 في الشوط الاول و2 في الشوط الثاني. من الوينج ليفت كان محمود عاصم حط 3 جوان او هدفين، حطهم في الشوط الاولاني. الثمانية متر عندنا كانت النهارده شغاله كويس كده. اسلام ما شاء الله عليه كان كويس قوي في الثمانية متر، كان بيشتغل كويس قوي، حط حوالي 4 جوان. التسعة متر النهارده كانت الظاهره الكويسه جدا، اللي هي كانت مفاجاه لينا بصراحه. بالظبط، حطينا 4 جوان من التسعة متر بخلاف حوالي 6 جوان ضايعين مننا من بره، يعني الشاطو غلط.
او جون صدهم. نسبة الأخطاء بتاعتنا النهاردة في التصويب من المراكز المختلفة قليلة جدا بعكس المباراة اللي فاتت. النهاردة عملنا فاست بريك كويس، عملنا أربعة فاست بريك، كان هايل فاست بريك، واحدة بس اللي فشلت وأربعة أهداف اتحطوا. الهجوم الأجنحة قلنا بس لسه يا كابتن برضو نرجع نقول ان الهجوم الخاطف ما زال قليل، لا لسه يعني قليل جدا، قليل يعني اربع اهداف كهجوم خاطف، قول خمسة فيهم اجوان يعني لسه ما زال احنا ما حسيناش بيه النهارده لسبب ان احنا كل اسلحتنا كانت شغاله كويس. انما هنحس بيه امتى؟ لما يبقى جيم مقفول زي ماتش السوبر. تمام. وبعدين النهارده الغريبه جدا شويه الهجوم المنظم كان كويس قوي النهارده، مشينا كوره كتير في جمل اللي اتعملت كتير واتحط جوان كتير. الظاهره الغريبه النهارده في المباراه ولا ضربه جزاء حصلت للفريق النادي الاهلي، ولا ضربه جزاء، حتى الفريق الليبي ضربتين جزاء طول المباراه. ظاهره غريبه جدا يعني اول مره اشوف مباراه. ودي لقطات بكاميرتنا يا كابتن خارج الملعب، وهو يعني اللاعب عمر حجاج اثناء نقله بعربيه الاسعاف المتواجده في ارض الملعب او خارج الملعب للمستشفى. اتفضل يا كابتن. فكانت ظاهرة غريبة رغم ان احنا عندنا دوائر كويسة جدا، محمد ابراهيم واحمد عبد الرحمن يعني من احسن دوائر مصر موجودين. طب ده تعلله بايه يا كابتن؟ ان كان التصويب من بره قوي جدا وكان كله مركز في الفرقتين؟ من عندنا احنا اكتر. بس ارجع اقول لك ممكن يبقى ده حكام هم يعني الحكم، بس هم شاطوا كتير، هم شاطوا كتير. انا لسه هتكلم عن فريق ليبيا. انا بتكلم عن ضربات الجزاء. ضربات الجزاء النهارده احنا عشان نجيب ضربات جزاء لازم تسقط عليهم الشرط، ممكن اختراق. ما هو اختراق بس احنا كان كله جوان يعني، اختراقنا كان الجون ممكن او شوط من بره جون، فدي كانت ظاهره كويسه جدا. نعم. مش عاوزين ضربات جزاء احنا غير عايزين نخلص بالظبط كده بالظبط كده. فده كانت ظاهره كويسه جدا. الدفاع النهارده لما اتلعب التشكيل الثاني خصوصا كان قوي جدا في الشوط الثاني. صحيح. كابتن يحيى قال لي نفس الكلام، قال لي الشوط الثاني واحنا بنتفرج على المباراه في الكواليس قال لي نفس الكلام اللي حضرتك قلته، ان هو دفاع قوي جدا في الشوط الثاني. انا شايف ان هي من المباريات الجيده جدا للنادي الاهلي وطمنا على الفرقه بشكل كبير. الحمد لله يعني الحمد لله، فاقوا من الضغط النفسي، فاقوا من التوتر اللي حصل بعد ماتش الكاس. يعني النهارده انا اقدر اقول لفرقه الاهلي الحمد لله على السلامه. الله يسعدك. تمام. تمام كده. ولا ايه رايك يا كابتن؟ نقول للفرقه الحمد لله على السلامه ولا ايه؟ الحمد لله على السلامه. بس النهارده برده مباراه مع انها برده ان الفرقه مش فرقه مش وحشه، بس اكيد كانوا عاملين حسابها، بس مش بالقوه طبعا زي ماتش السوبر او فرقه ثانيه. لا خلينا اقول اطمنا على فرقتنا، هي مش يعني اطمنا على اسلحتنا، اطمنا على دفاعنا، اطمنا على معنويات الفرقه. الحاجات دي مهم اكتر من بدايه طبعا. حراس المرمى النهارده ما كانوش وحشين طبعا، محمد عصام في الشوط الاولاني والسيد في الشوط الثاني طبعا صد وكذا تصويبات خارجيه من بره واختراقات. دي اول حاجه. اطمنا طبعا برده حجاج ربنا يشفيه طبعا بالسلامه النهارده برده عمل مباراه كويسه. اطمنا على اسلام بدا الشوط الاولاني وبدا الشوط الثاني كويس وجاب اهداف كتير. فايز كان كويس بس يعني معظم اللعيبه كانوا كويسين، وكان بس خلي بالك برده ان هم كانوا بيلعبوا على قد ان البطوله لسه مكمله. لسه بس انت عارف يا كابتن اللي بيخليني مرتاح وطالع من المباراه مبسوط؟ لا الحته النفسيه اختلفت. الحته النفسيه اللي احنا محتاجين مكسب زي ده مكسب ماتش برده الماتش الجاي بتاع دور الثمانيه ان شاء الله مع دي ستار برده يفوقنا زياده، بحيث ان احنا لما نخش دور اربعه تكون الدنيا اختلفت شويه النفسيه والتدريبيه معاهم. طيب كباتن استاذنكم نروح نشوف لقاء مع الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، نشوف قال ايه وارجع لحضرتك. شكرا ليك يا كابتن هيثم، تحياتي ليك من جديد وبكل مشاهدي جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز ثاني بالنسبه لمباريات النادي الاهلي في بطوله الانديه ابطال الكؤوس لكره اليد. حابين طبعا في البدايه نرحب بالمهندس محمد الجرحي رئيس اللجنه العليا وعضو مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا بنبارك للنادي الاهلي في البدايه، تاني مبارياته واداء متميز بالنسبه للنادي الاهلي، في اصرار كبير ان شاء الله ان تكون البطوله من نصيبنا. لكن شفتك نزلت طمنت طبعا على حجاج الاول، ايه انت شفت ايه اللي حصل او دكتور قال لك ايه؟ هو حصل عنده زي ارتجاج في المخ، طبعا في قلق، الناس مش عارفه الاصابه ايه، الاسعاف دخلت وخدته على مستشفى المعلمين، ان شاء الله يطلع يعني حاجه بسيطه باذن الله. وراح معاه كابتن عاصم. قولي على المباراه وبتشوف اداء النادي الاهلي ازاي، المؤازره الجماهيريه كالعاده من جمهور النادي الاهلي، حابب تقولي على المباراه الثانيه؟
الحمد لله المباراة مش بشكل كويس. اللعيبة كان يمكن من يومين كان في قعدة بيني وبين اللعيبة وبين الجهاز الفني، وكانت اللعيبة كلها حماس وعندها يعني عايزة تفوز بالبطولة دي وبطولة الدوري والكاس عشان يصالحوا الجمهور بعد مباراة السوبر. وزي ما انت شايف النهاردة الماتش فرق 8 بونت، وان شاء الله عندنا الدور الثمانية يوم الخميس وقبل النهائي، والنهائي وان شاء الله يعني البطولة تكون من نصيب النادي الاهلي. كانت لقطة رائعة جدا من رئيس الاتحاد الافريقي الدكتور منصور إريمو بحديثه مع البنات بعد طبعا المباراة الثالثة، تشجعهم بشكل كبير وحفزهم بشكل كبير. لسه البطولات جايه كتير، وهم طبعا احنا بعيد شويه عن المشاركات، مش النادي الاهلي بس، لا مصر بعيده في الكره النسائيه عن المشاركات. يا محمد يعني احنا مش كره النسائيه، لا يعني احنا في طريقه مميزين، يمكن برضو احنا بعاد عن البطولات العالميه، السيدات بعاد عن الكره الافريقيه، يعني في فرق بين الطايره وبين اليد، هما يعني ما فيش خبره افريقيه، معظم اللعيبه ما فيش خبره افريقيه. الماتشات اللي موجوده كان في احتكاك كويس ليهم، اكتشفنا مجموعه مميزه منهم كمان أدوا أداء كويس جدا، ببعض من الدعم إن شاء الله الفريق قادر إنه ينافس البطولة اللي جاية. رسالتك للعيبة والجمهور الفترة اللي جاية، عايزينهم متواجدين أكتر واللعيبة كمان يبقى عندهم إصرار كبير للبطولة دي يا سمح. إحنا بداية من بكرة كلجنة منظمة نطرح مجموعة تذاكر إضافية بكرة وبعده وبعده لحد يوم الجمعة من 12 ل 6 كل يوم، ونتمنى إن يعني مباراة قبل النهائي والنهائي يكون في دعم جماهيري قوي إن شاء الله. أشكرك شكرا وتحياتي للكابتن هيثم. كل الشكر والتقدير طبعا للمهندس محمد الجارح رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله. ينضم لي دلوقتي واحد من نجوم يمكن فريق مصر منتخب مصر والنادي الاهلي ونادي سموحه، كابتن حماصه. احنا زي ما بيقولوا عندنا حمودي في الكوره وعندنا حمودي في كره اليد. ببارك لك طبعا النهارده كابتن حماصه. بالنسبه للمباراه ثقه كبيره على ما اعتقد من مجلس الاداره وكابتن عاصم ان يكون انت متواجد للمره الثانيه في الانديه ابطال الكؤوس، حابب تقول الاول في البدايه على الثقه دي يا كابتن حماصه؟ والله طبعا انا بشكر جماهير الاهلي وبشكر اللعيبه وبشكر المسؤولين جوه النادي الاهلي على الثقه اللي ادوهاني دي، والحمد لله انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون قد المسؤوليه. الحمد لله. شوف النهارده الجيم الثاني على التوالي، فوز ثاني على التوالي، لسه زي ما بنقول مباراه الدور التمهيدي دي بتبقى فوق المتوسط، لسه المباراه ما دخلتش في جو البطوله بشكل عام، لكن كابتن عاصم بيتكلم معاكم ازاي وانتوا كلاعيبه كبار بتتكلموا مع بعض ازاي؟ بص احنا خارجين من بطوله يعني كانت صعبه جدا اللي هي مباراه السوبر، بالنسبه لنا دي كان امل كبير يعني. الحمد لله عملنا كل اللي علينا، الحمد لله الظروف ما كانتش معانا لاخر الوقت، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بنحاول نخرج منها على قد ما نقدر، بنحاول نركز في البطوله اللي احنا فيها دلوقتي، مباراه عن مباراه الدنيا بتختلف، وان شاء الله لحد الادوار النهائيه الشكل هيبقى مختلف خالص باذن الله. شوف المؤازره الجماهيريه رغم قله العدد لكن ليهم تاثير كالعاده، جمهور النادي الاهلي في كل مباراه، الجمهور ده بيحفزكم ازاي وازاي بيخليكم تصروا في الملعب ان انتوا تحاولوا الفوز يا كابتن حماصه؟ بص هو اي جمهور طبعا دافع لاي لعيب، يعني لو الصاله فاضيه اكنك بتلعب اكنك في تمرين، طبعا الجمهور بيديك دافع بيخليك يعني بيخليك مركز جدا جوه المباراه. ان شاء الله نحاول نساعدهم ونحاول نرجع الثقه، نقول اهتزت شويه باذن الله. ربنا يخليك ربنا يخليك. بنشكر اكيد الكابتن حماصه، بنشكر المهندس محمد الجارح رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله. بينضم لي كمان في خلال لحظات الكابتن محمد عادل زوله المدرب العام لفريق النادي الاهلي. هنحاول ان احنا طبعا نستطل رايه على المباراه. كابتن محمد عادل طبعا برحب بيكم، مبروك النهارده الفوز الثاني، لكن عايز اطمن على حجاج، يمكن شفنا الدنيا كده رايح الاسعاف الامور ماشيه ازاي، طمنا عليه يا كابتن محمد. والله كريم هو غالبا ارتجاج خفيف بس هم ودوه المستشفى يعملوا أشعة مقطعية وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة بإذن الله إن شاء الله. الجيم المباراة الثانية على التوالي والفوز الثاني على التوالي بالنسبة للنادي الأهلي، بتشوف النهارده الجيم إزاي؟ اتكلمتوا مع اللعيبة إزاي؟ وزي ما بنقول مجهود الجهاز الفني في إن أنت تطلع من بطولة السوبر رغم الباد لك اللي كان عندنا في المباراة، ده محتاج مجهود كبير من الجهاز الفني يا كابتن محمد. والله هو همنا فعلا الفترة اللي فاتت دي كلها إن إحنا نخرج الولاد من الحالة النفسية اللي كانوا فيها. فالولاد يعني بيحاولوا يخرجوا بس هي محتاجة شوية وقت. ان شاء الله مع الوقت والمباريات الدنيا هتتحسن ان شاء الله. احنا داخلين على مباراه دور الثمانيه، ما بتقبلش الاسم على اثنين، ما فيهاش هزار، لازم ياخدوا الامور بجديه من الاول، وان شاء الله بعد كده السيمي فاينل وربنا يكرمنا باذن الله نوصل الفاينل باذن الله، ناخد البطوله ونفرح النادي الاهلي بجماهيره بمجلس ادارته ان شاء الله. هل في اجهاد اللعيبه مجهده؟ يمكن حجاج بس هو اللي مصاب. هل في بعض اللعيبه عندها اي اكاديميات يا كابتن محمد، مباراه السوبر والمباراه الاولانيه، ولا الامور ماشيه بشكل طيب حتى اللحظه؟ لا هو بس بكار كان عنده اصابه في مباراه السوبر وجبس رجله، حط رجله في الجبيره خمس ايام وفكها النهارده وهيبتدي يتمرن بكره، نشوف امكانيه دخوله معانا في المباراه الجايه ولا لا. بقيت اللعيبه الحمد لله كويسين، مفيش اصابات، مفيش اجهاد ولا حاجه، بس هي القصه كلها يفوقوا من مباراه السوبر يعني. جمهور النادي الاهلي رغم قله العدد لكن المؤازره المستمره بينعكس عليكم ازاي يا كابتن زوله؟ وبنطالب كمان الجماهير ان هي تكون متواجده بشكل اكبر خلال المباراه القادمه. والله هو يعني اكتر حاجه محزنه الناس اللعيبه عندنا والجهاز
ان احنا زعلنا مجلس اداره والجماهير بتاعتنا في مباراه السوبر، بس كانت يعني خارجه عن ارادتنا. والهدف بتاعنا برضو ان احنا نفرح مجلس اداره والجماهير. ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في الماتشات الجايه ونفوز بالبطوله باذن الله ان شاء الله. شكرا كريم. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محمد عادل زول المدرب العام لفريق النادي الاهلي، المهندس محمد الجلح رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وايضا كمان حماصه واحد من نجوم منتخبنا الوطني والنجم الحالي ليا للنادي الاهلي. بنتمنى كل التوفيق العاده للنادي الاهلي خلال المباريات القادمه. النهارده كانت مباراه جيده، المؤازره الجماهيريه المستمره من جمهور النادي الاهلي رغم قله العدد اللي بناكد عليه، لكن زي ما المهندس محمد الجلح قال خلال غدا وبعد غدا هيكون في طرح عدد من التذاكر في انتظار ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يحضر المباريات القادمه لمؤازره فريق النادي الاهلي. اكيد زي ما بنقول بنبارك من جديد للنادي الاهلي مجلس الاداره على الفوز الثاني على التوالي، وان شاء الله خلال الايام القادمه يكون النادي الاهلي هو بطل البطوله دوري ابطال دوري كؤوس طبعا لكره اليد. عوده ليك يا كابتن عيسى. جميل كمان، شكرا كبيرا ليك، لقاءات مهمه بشكل كبير ان شاء الله. عمر حجاج ربنا يسهل يطمنا عليه، هو اكيد بيفضل يعمل اشعه لانه حاسس بدوخه شويه، فاكيد في اشعه مقطعيه يطمن عن الركاد ما اثرتش عليه. وكمان بكر كابتن محمد عادل قال بشكل شايفك كبيره النهارده، وممكن خلال يومين وثلاثه يقدر يكون مع الفريق، ودي ميزه ان البطوله ماتشاتها مش مضغوطه، دي حقيقه ادتنا فرصه كويسه ان اللعيبه ترجع تاني. ارجع ليك يا كابتن عبد الرحيم، يعني كنا بنتكلم عن المباراه، الاتحاد الليبي فريق محترم، فريق كويس، فريق ادى لحتى يمكن اخر 10 دقائق في الجيم، كان الجيم ماشي كلوز، ما فتحش 8 فرق 8 اهداف الا في الاخر. راي حضرتك عن الفريق يا كابتن؟ الفريق الليبي فيه ميزه ان الخط الخلفي كويس قوي بتاعه، الثلاثه الخلفيين كويسين، مصابين جيدين من بره، بس العيب بتاعه ان هو الاجنحه بتاعته ضعيفه جدا، ولا هدف ولا هجمه من الجناح الايسر الا هجمه واحده والحارس سيد جابها الشوط الثاني. والشوط الاولاني ثلاث هجمات من الجناح الايمن، واحده في الشوط الثاني واثنين والثلاثه اتصدوا. ويمكن هو ده اللي عمل الفرق يا كابتن، بس عذرا معلش الوقت بيعدي بينا بسرعه. يعني بيتهيألي المباراه النهارده طمنتنا على الاهلي بشكل كبير او لا يا كابتن؟ كتير جدا، يعني النهارده الحمد لله لما عرفنا ان هم كل لعبهم كان في نص الملعب من نص، يبقى احنا نجحنا اتقفلت خالص الحمد لله. دفاعا وهجوما حضرتك اطمنت على النادي الاهلي كابتن يحيى؟ دفاعا وهجوما حضرتك اطمنت على النادي الاهلي ولا في امور ناقص النادي الاهلي لسه ما وصلش؟ لا طبعا اطمنت الاول ان هم يخرجوا بس من بعد ماتش السوبر ده ويبصوا للبطوله تدريجيا ان شاء الله كده على ماتش ان شاء الله النهائي. اعتقد ان شاء الله ماتش دور الثمانيه مع ليستر هيكون سهل، واللي مصاب يرجع زي بكار وزي بكار وزي ان شاء الله نطمن على عمر النهارده ان شاء الله ويعدوا دور الثمانيه ونشوف بقى البطوله الافريقيه من اول دور باذن الله ان شاء الله. نورتني وشرفتني كابتن يحيى يوسف، طبعا نجم النادي الاهلي، نورتني وشرفتني كان النهارده. ربنا يخليك والف مبروك للاهلي وان شاء الله ربنا في النهائي ان شاء الله. كابتن عبد الرحيم الايوبي شكرا جزيلا لحضرتك، نورتني وشرفتني والف مبروك النادي الاهلي. شكرا جدا والف الف مبروك، ويرجع لنا حجاج بالسلامة والكابتن الخطيب ان شاء الله. ان شاء الله. وكمان انا بس قبل ما اختم مع حضراتكم بحب انوه طبعا ان بعد ما ينتهي ملوك الصالات او استوديو التحليل بتاعنا هينضم لي طبعا الزميل العزيز، هينضم الزميل العزيز الكابتن محمد فاروق واستوديو تحليل عن مباراه الاهلي وادي دجله، نعرف ايه اللي دار مع طبعا مع قيومه مع ضيوفه الكرام، نعرف ايه اللي دار في المباراه وتحليلهم لمباراه الاهلي ووادي دجله. وطبعا الف مبروك للنادي الاهلي لكره القدم الفوز طبعا النهارده في مباراته. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وان شاء الله نتقابل بكره باذن الرحمن في مباراه السيدات، مباراه مهمه ان شاء الله نفوز بكره ونكون متاهلين لدور الثمانيه باذن الله. شكرا جزيلا ونلتقي بكره مع ملوك الصراط. شكرا جزيلا.